إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم محسنًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ثم اعلموا رحمكم الله أنه أطلتكم أيام عشر ذي الحجة، وهي موسم خيرات ومحفل رحمات، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بها تعظيمًا لشأنها وتعريفًا بمقامها، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليالٍ عشر. فإن الليالي العشر اللاتي أقسم الله بهن في سورة الفجر هن عشر ذي الحجة، وقد بلغ من عظم قدرهن أن العمل فيهن أحب إلى الله سبحانه وتعالى من سائر أيام العام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. فقالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجلٌ خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فأيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام العام، والعمل فيها هو أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن أيام العشر اللاتي جُعِلَت أفضل أيام السنة، وجُعِل العمل فيهن أفضل العمل في السنة كلها، المراد الأكبر فيها هو تعظيم الله وإجلاله وحضوره في القلوب. قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني في أيام العشرة. فيكون أفضل ما ينبغي من الحال التي يلازمها العبد دوام تعظيم الله وإجلاله بأنواع الأعمال والقربات، ومن آكدها تلك الأعمال التي تشرع في هذه الأيام، كالحج أو الأضحية أو صيام عشر ذي الحجة أو التكبير والتحميد والتهليل فيها. ومن جملة ذلك أيضًا الأعمال المُعتادة في اليوم والليلة كالصلوات الخمس وتوابعهن، فإن المُحافظة على ذلك من أولى ما يحرص عليه العبد من العمل في هذه الأيام. فاجتهدوا أن يكون لكم حظٌّ من العمل فيهن، تذكر اسم الله سبحانه وتعالى تعظيمًا له وإجلالًا بأنواع الأعمال والقُربات المُقرِّبة من رب الأرض والسماوات. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألُك الهُدى والتُّقى والعفاف والغِنى. اللهم إنا نعوذُ بك من البرص والجُذام والجُنون وسيِّئ الأسقام. اللهم إنا نعوذُ بك من البرص والجُنون والجُذام وسيِّئ الأسقام. اللهم إنا نعوذُ بك من البرص والجُنون والجُذام وسيِّئ الأسقام. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء.